التسجيل مفتوح الآن في أيام كيبيك، جورني كيبيك بالمغرب، مقاطعة كيبيك الكندية 2022. إذن فهذا العرض بالمجان، هذا عرض مجاني للمغاربة. للأسف فهذا العرض فقط للمغاربة، جورني كيبيك مغرب، وسيقام إن شاء الله في بلدان أخرى. إن شاء الله هنالك ملتقيات جديدة سأشاركها معكم في فيديوهات قادمة. إذن بخصوص جورني كيبيك، حاليا سيقام بمدينة مراكش بالضبط في المغرب. إذن إخوان، كما شاركتوا معكم في هذا المنشور، بالنسبة للشروط أو شروط تقديم، يجب أن تتوفر على إحدى المهن المطلوبة في كندا. سوف نرى الموقع ونرى جميع العروض المتوفرة، وكل عرض عمل أو كل مهنة لديها كود خاص بها CNP، وأيضا سأريكم طريقة البحث عن المهنة أو التخصص الخاص بكم وطريقة التقديم. بالنسبة للترشيح إخوان أخوات، كما ترون الترشيح مفتوح أو تسجيل مفتوح إلى غاية 11 أبريل 2022. ستشارك حوالي 40 شركة كندية في أيام كيبيك، وسيتم تقديم أكثر من 100 وظيفة. عرض رائع جدا، عرض مهم جدا، وفرصة لا تعوض إخوان أخوات الكرام. هذا الملتقى الذي سيقام بالمغرب بمدينة مراكش أفضل بكثير من ديستيناسيون كندا. هذا العرض أو هذا الملتقى سيتم التوظيف، وستكون مقابلات مباشرة مع الشركات ومع ممثلي الشركات الكندية. أكثر من 100 وظيفة متوفرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا متتبعي قناة أبو راي للتوظيف والهجرة، أهلا ومرحبا بكم جميعا في فيديو جديد وعرض مهم وعاجل، عاجل جدا. الهجرة إلى كندا عن طريق الملتقى الذي سيقام بالمغرب بمدينة مراكش، جورني كيبيك ماهوك. التسجيل مفتوح إخوان أخوات، سأشارككم معكم جميع المعلومات وطريقة التسجيل وطريقة البحث عن عمل الوظيفة الخاصة بكم، وكل هذا سنراه في هذا الفيديو إن شاء الله بالتفصيل. كل ما عليكم أن تتوكلوا على الله وتقدموا طلباتكم، وإن شاء الله هنالك برامج جديدة التي ستقام بمختلف الدول العربية كالجزائر، تونس، مصر، العراق، سوريا وجميع الدول. إن شاء الله سأشارك معكم فرص للهجرة وبرامج وعقود عمل توفرها شركات كندية ومنظمات وجمعيات. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. إخواني، إذا كنتم زوار جدد، أدعوكم الآن للضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد. لا تنسوا أيضا مشاهدة الفيديوهات التي قمت بمشاركتها البارحة، فيديوهات مهمة إخوان لمن يود الحصول على عقد عمل، لمن لم يتسجل بعد، وخصوصا هذه المنظمة التي تساعدك في الهجرة إلى كندا، منظمة مضمونة وموثوقة 100%. إذن إخوان، على بركة الله نذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بجورني كيبيك ماهوك. سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وسيحولكم مباشرة إلى عروض العمل المتوفرة بدون أن تبحثوا وبدون أن أسهل عليكم العمل. إذن هنا لدينا الوظائف إخوان أخواتي الكرام، لدينا كما تلاحظون صفحات كثيرة، إذا لاحظتم هنا 28 والمزيد من الصفحات. إذن سنذهب إلى الصفحة الأخيرة، 28 صفحة، كل صفحة تحتوي على مجموعة كبيرة جدا من عروض العمل. إذن إخوان سنبدأ نقطة بنقطة. إذن هنا لدينا مكان البحث عن الوظيفة، يمكننا كتابة هنا الوظيفة، وظيفة معينة، سائق شاحنة أو ممرضة أو تدبير المنزلي، مدبر أو مدبرة منزل، بناء، حداد أو من يعمل في مجال المكاتب، ممرضة أو مجال الصحة إلى آخره. تكتب البحث هنا، وهنا إخوان أخواتي الكرام إذا ضغطت على الدولة ستظهر لك فقط المغرب. إذا سنقوم بالضغط على الدولة، أما المملكة المغربية سنقوم بتحديدها. هنا لدينا القطاع في هذا المكان، سنقوم بالضغط على القطاع وستظهر لنا جميع القطاعات أو التخصصات أو المجالات. إذا لدينا تجارة تجزئة، بيع بالجملة، بناء، تصنيع، تمويل وتأمين، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية أو صناعية، الخدمات الإدارية والخدمات المساندة وخدمات إدارية، إدارة نفايات وخدمات المعالجة،
الإقامة والطعام، خدمات رعاية الطفل التعليمية، الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات العامة، الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين. جيد جدا. إذا هنا أيضا لدينا تصنيف كما ذكرت لكم في أول الفيديو، هنا ستجدون سي ان بي لكل مجال أو كل تخصص. يعني سي ان بي هو أو سي ان بي هو هذا الكود الذي يظهر هنا بجانب المجال. إذا قمت هنا بالبحث عن المجال الخاص بك، فيجب أن تسجل السي ان بي الخاص بالمجال الخاص بك. مهم جدا أن تقوم بتسجيل الكود الخاص بمهنتك أو بمجالك أو بتخصصك. هنا لدينا العديد من المجالات، يمكنكم البحث بعناية على المجال الخاص بكم. إذا لم تظهر لنا الترجمة باللغة العربية للأسف، فيمكنك البحث باللغة الفرنسية، فهذا سهل جدا. كما ترون هنا بلومبي، يعني سباكين، من يعمل في مجال صباغة السيارات، ستوري، يعني هذه المهن، بائعين، كوميرس، ديتاي، من يعمل في مجال الطبخ، لاكويزين، والعديد العديد من التخصصات. إخوان، هذه فرصة رائعة جدا جدا. إذا إخوان، سنقوم الآن بالبحث عن الوظيفة. إذا لكن قبل هذا، أعتذر إخوان، أعتذر، قبل البحث عن وظيفة، إذا كما ترون هذه هي الوظائف، سنقوم بتسجيل، أو فتح حساب. سنذهب مباشرة إلى ثلاث أشرطة هنا في الأعلى لليمين، ونقوم بتسجيل حساب. إذا بعد الضغط هنا، بعض الأحيان لأنني يعني قمت بقلب الشاشة لم تظهر لي الخانة، خانة التسجيل. إذا ماذا سأعمل؟ سأذهب وأضغط على كيبيك، سأضغط على هذا اللوجو. جيد. بعد ذلك سأذهب مباشرة إخواني أخوات الكرام إلى سانسكريغ أو تسجيل. نقوم بالترجمة إلى اللغة العربية. سأضغط على يسجل. إذا جيد، هنا لدينا مكان سنقوم بإدخال البريد الإلكتروني. هنا نكتب الرمز السري، ونعيد كتابة الرمز السري. بعد ذلك نقوم بنقل هذا الكود الكابتشا، نقوم بنقله في هذا المكان، ونضغط على تسجيل. إذا إخوان، بعد الضغط إدخال الكابتشا والضغط على تسجيل، هنا تظهر لنا هذه السياسة، سياسة حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية. سنقوم بالذهاب إلى الأسفل. يمكنكم قراءة هذه المعلومات إذا أردتم، ليس هناك أي مشكل. وأنا سنقوم باختيار المرشح، أو يعني هذا الخيار، يعني أنا مرشح ولست صاحب عمل، أنا مرشح ولست صاحب عمل. جيد. بعد ذلك سنقوم بالذهاب إلى الأسفل، ونقوم بتفعيل هذه الخاصية، ونضغط على إكمال. جيد. إذا هذا هو الحساب إخوان أخوات الكرام. سنقوم بإدخال البيانات الخاصة بنا، كل من الاسم الشخصي، الاسم العائلي، هنا البريد الإلكتروني تم إدخاله سابقا، هنا رمز البلد، رقم الهاتف. إذا سأرجع إلى العربية، أنسى بعض الأحيان، وأترك الموقع بالفرنسية. الموقع الحالي لتحديد منطقتك الزمنية، هنا سنحدد المنطقة ولغة المراسلة. إذا إخواني أخواتي الكرام، قمنا بملء جميع البيانات كما تلاحظون، كل من المعلومات الشخصية. وهنا قمنا باختيار يعني البلد، يعني ستجدون جميع البلدان هنا، وتختارون أيضا البلد الإقامة، وتختارون اللغة. هنا ستجدون اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، أنا اخترت اللغة الفرنسية. وسنقوم بالضغط على تحديد أو تحديث أو استمرار في التسجيل. جيد. إذا سأقوم بالترجمة إلى اللغة العربية من جديد. يجب عليك أولا إكمال ملف تعريف المهارات الخاص بك قبل التسجيل في الأحداث الجارية والتقدم للوظائف الشاغرة، تسجيلات البعثة. إذا هنا لدينا تاريخ الانتهاء الفعالية، تاريخ بدء الحدث، الموعد النهائي للتقديم، وضع الحدث، مهم الحدث، لا توجد سجلات لعرضها. جيد. إذا سنقوم بالضغط على ملف، هنا ملف الشخصي على هذا المكان.
جيد، بعد ذلك يمكنك التعديل على الملف الخاص بك إذا كان هناك أي خطأ، يمكنك التعديل عليه وبعد ذلك تقوم بالضغط على تحديث. جيد، إذا سنذهب الآن سنضغط على ثلاث الأشرطة هنا في الأعلى على اليمين بعد التسجيل، وسنقوم بالذهاب إلى العروض، عروض العمل. الآن قمنا بتسجيل حساب، لدينا حساب في موقع جورني كيبيك. جيد، إذا سأقوم بالضغط على ريشيرش. إذا كما تلاحظون الآن إخواني أخوات الكرام، إذا هذه الصفحة الأولى التي كنا فيها في أول الفيديو، ونقوم بالبحث على المهنة أو التخصص الخاص بنا. لدينا العديد من المجالات، سنقوم بترجمة مرة أخرى إلى اللغة العربية. إذا لم تظهر لنا الترجمة، سأقوم بتحديث الصفحة. أعتذر إذا أطلت عليكم. إذا سنقوم بالضغط على ترجمة، وهنا تظهر لنا جميع المهن كما ترون. مطلوب ميكانيكي مركبات، ميكانيكي رافعات شوكية، متنقلة، سباك صناعي. إذا سندخل لهذا الإعلان، يعني سباك صناعي، يعني ستضغط هنا في هذا المكان وسيظهر لك الإعلان في هذا المكان، يعني المعلومات الخاصة بالإعلان. إذا يمكنك أن تدفع الشاشة إلى الفوق، وهنا ستجد التقديم، سنقوم بالضغط على تقديم. إذا سيظهر لنا هذا العرض على هذا الشكل. إذا سأقوم بتسجيل الدخول من جديد. جيد جدا، إذا سأقوم بالترجمة إلى اللغة العربية. إذا لم يكن أي شيء ليس واضح، يمكنكم ترك لي تعليق وسأساعدكم إن شاء الله. إذا لدينا هنا جميع التفاصيل الخاصة بالإعلان، جميع التفاصيل يمكنكم قراءة، لأنني يعني قلبت الهاتف لذلك تظهر تفاصيل هنا في الأسفل، لا تظهر بكامل الشاشة للأسف. إذا وظائف شاغرة، سنوات خبرة، مطلوب سنتين من الخبرة في نفس العمل. هنا لدينا وصف العرض، الوصف الذي فيه يمكنكم قراءة جميع هذه الفقرة. جيد جدا، نحن نبحث عن مرشحين متعدد الاستخدامات ومفتح وقادر على أداء مجموعات متنوعة من المهام ولدي رغبة في التعليم وإلى آخره. وهنا أيضا يمكنكم قراءة هذه المعلومات، سنرافقك في البحث عن سكن، عقد دائم كونترا سي دي، سيساعدونك في البحث عن سكن وستحصل على عقد عمل دائم. موقف موحد لا دولار، ستربح 25 دولار في الساعة. جيد، هنا لدينا التصنيف المهني نوك الذي هو 7251 بالنسبة للسباكين. مهارات لغوية، مطلوب الفرنسية، تكون لديك الفرنسية جيدة والإنجليزية تكون مبتدئ، يعني ليس هناك مشكل. مهارات التدريب جيدا، لدينا العديد من التفاصيل. جيد، إذا هنا سنذهب إلى الأعلى وسنرى هنا ملف المهارات، أو لدينا أيضا والتسجيل الخاص بك والتسجيل في الحدث قبل التقدم للوظيفة. إذا سنضغط على ملف المهارات. إذا هنا لدينا المعلومات الخاصة بنا إخوان، سنقوم بملء جميع هذه البيانات. لدينا الصفحة الأولى، ولدينا أيضا هذه الصفحة بروفيسيون، ولدينا صفحة اكسبيريونس، فورماسيون، كومبيتونس، ليغيستيك، وهنا نقوم بإرفاق السيرة الذاتية. إذا إخوان أخوات كما تلاحظون، قمنا بملء البيانات بالنسبة للصفحة الأولى، البلد، منطقة الإقامة، مواطنة، الفئة العمرية، وتقوم باختيار الجنس، الرمز البريدي، باحث عن عمل. هنا تقوم بتحديد نعم، وهنا تقوم أيضا هل هذه أول مشاركة لك؟ نعم. في وقت ملء هذا النموذج، هل بدأت وكملت عملية الهجرة؟ لا. هل ترغب في تلقي رسائل؟ نعم. وسنقوم بالضغط على تسجيل. إذا هذه طريقة لملء البيانات، طريقة ملء البيانات. هنا سنذهب إلى البروفيسيون، سنقوم بترجمة. جيد جدا، انقر هنا للعثور على رمز وظيفتك الحالي، انقر هنا للعثور على رمز وظيفتك أخرى. جيد،
إذن إخوان أخوات الكرام، ركزوا معي جيدا في هذه اللحظة، في هذه اللقطة، أو في هذه هذا السؤال. لدينا هنا المهن الحالية، سنقوم بالضغط هنا في هذا المكان، سنضغط على هذه الكتابة، أنقر هنا، يعني في هذا، على هذا الخط باللون الأزرق. بعد الضغط هنا سيظهر لنا موقع جديد الخاص بالنوك أو كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. سنذهب إلى الأسفل، وهنا سنقوم بكتابة المجال الخاص بنا. على سبيل المثال، كنت أعمل في مجال لاكويزين أو طباخ جيد، سنكتبها ونقوم بالبحث على هذا المجال. إذا ستظهر لنا CNP أو الكود CNP، سنبحث جيدا على مهنتنا. يمكنكم قراءة جميع هذه مهنة الطبخ، لدينا تعليم جامعي، يميز المهن، مبيعات، هذا تعليم ثانوي، تجارة ونقل الآلات. المهم، ستبحثون على النوك الخاص بكم. لمن واجه مشكل في هذا في النوك الخاص به، يمكنك ترك لي تعليق بالمجال الخاص بك، وسأقوم ببحث على الكود الخاص بالمهنة الخاصة بك. جيد، بعد البحث سنقوم بتسجيل الكود أو الرمز الخاص بالمهنة الخاصة بنا، وسنرجع إلى الاستمارة. وسنقوم بالضغط على علامة البحث هنا، ستظهر لنا هذه النافذة، وسنقوم بكتابة النوك الخاص بالمجال الخاص بنا. إذا سأكتب على سبيل المثال 11/21، وسأضغط على بحث. إذا سيظهر لنا البحث هنا في هذا المكان. هذا هو النوك لهذه المهنة، أنا كتبته عشوائيا، وسأقوم بالضغط على سيليكسيوني. سأقوم بإعادة الطريقة. جيد، سأقوم بتحديد المهنة وأضغط على سيليكسيوني. يمكننا إضافة مهنة أخرى أو ثانية في هذا المكان بنفس الطريقة، وهنا سوف نقوم بالضغط على أجوتي، أو عفوا أنسى وأترك الموقع بالفرنسية، أعتذر إخوان أخوات. سنضغط على إضافة ونختار أين تعرفنا على هذا الموقع. إذا سنختار غوفيرنمون دو كندا، ونضغط على تسجيل انغوجيستري. جيد، وبعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل، نكمل الملء الاستمارة. إذا هنا سنذهب إلى صفحة الخبرات والتجارب experience، دائما العربية، خبرات العمل، عدد سنوات الخبرة. إذا سأكتب على سبيل المثال سنة واحدة. لا توجد السجلات، سأضغط على إضافة في هذا المكان. employer، هنا سأكتب اسم الشركة التي كنت أعمل معها على سبيل المثال. يعني طريقة التسجيل يعني طويلة بعد الشيء، فقط شوية ديال الصبر، وإن شاء الله سيمر كل شيء بسلام. يعني أنا أكتب عشوائيا فقط، أعطيكم أمثلة. هنا نكتب المهنة أو التخصص، تاريخ البدء، على سبيل المثال بدأت مع هذه الشركة في 2018 فبراير يوم واحد، وتاريخ الانتهاء على سبيل المثال 2019 يوم 28. جيد، دوغي دومبلو أو مدة العمل، كم المدة؟ لا يمكن إضافة أي شيء في هذا المكان. هنا تكتب أخي أختي تعرف المهنة التي كنت تقوم بها أو المجال الذي كنت تقوم به مع هذه الشركة، وتضغط على انغوجيستري. لو شونتاج برينسيبال اي اوبليغاتوار. هنا سنكتب نعرف على المهنة والمجال الخاص بنا، ماذا كنا نعمل مع الشركة، ونضغط على انغوجيستري. كل الأسئلة التي فيها نجمة باللون الأحمر فهي إجبارية. جيد، وهنا سنقوم بالضغط على تسجيل.
سنذهب الى فورماسيون الان، صفحه الفورماسيون او التمرين او الشهادات او المستوى الدراسي الى اخره. هنا تكتب شهادات خاصه بك، على سبيل المثال بكالوريا، لدي بكالوريا فورماسيون على سبيل المثال فورماسيون كذا وكذا. وهنا تكتب إذا كانت لديك لديك تدريب يعني في مجال ما أو شيء من هذا القبيل، ديبلوم سميتي ديبلوم في مجال ما، وهكذا تكمل جميع المعلومات الخاصة بالدراسة والتعليم. نضغط على التسجيل وسنذهب الآن إلى كومبيتونس لغيستيك التي هي قدرات لغوية. إذن بالنسبة للفرنسية لغة يعني نطقيا يعني نطق متقدم متوسط أو مبتدئ. إذن سأختار سميتها متقدم. اللغة الفرنسية الفهم الشفوي، إذن سأضغط وسيط. الفرنسية مكتوبة، الفرنسية قراءة، وهنا لدينا الإنجليزية نفس الشيء، سأضغط على سبيل المثال مبتدئ، الإنجليزية الفهم الشفوي كتابة، سأضغط مبتدئ وقراءة. إذن كل شيء واضح، وبعد ذلك سنضغط على التسجيل. هنا سنذهب إلى مكان إرفاق السيرة الذاتية، إذن سأترجم موقع باللغة العربية. جيد، السيرة الذاتية ونتائج الخبرات، اللغة 4 ملفات كحد أقصى. لديك الـ يمكنك أن تضع 4 ملفات كحد أقصى، على سبيل المثال دبلومات والسيرة الذاتية ورسالة خطاب. سنضغط على رفع ملف، ونضغط على رفع ملف مرة أخرى. إذا سأقوم باختيار ملف، ليست لدي سيرة ذاتية، فقط هذا ملف كان لدي في الهاتف. وهنا سأكتب CV على هذا الشكل، وأضغط على رفع الملف. إذا هذه CV ليست مقبولة على ما أظن. لا، جيد جيد، أظن أنه الملف تم رفع الملف بنجاح. إذن هذا هو ملف أو السيرة الذاتية، تم رفعه هنا. إذن يمكنني إضافة ملفات أخرى كخطاب تقديم أو رسالة تحفيزية أو دبلوم أو رخصة سياقة إلى آخره. سأقوم بالضغط من جديد على رفع ملف، وأقوم بنفس الطريقة وسأضغط على تسجيل. سأقوم بالترجمة إلى اللغة العربية. يجب عليك أولا إكمال ملف تعريف المهارات الخاص بك قبل التسجيل في أحداث الجارية والتقدم للوظائف الشاغرة. خطاب الدافع، إذا هنا سنقوم بكتابة خطاب تقديم. سأترك لكم نموذج في صندوق الوصف إخوان أخوات الكرام، نسيت كتابته، ستكتبونه في هذا المكان، تقومون بنسخه ولصقه مباشرة وتضغط على تسجيل. الآن تم على ما أظن ملء البيانات. وضع بروفيل دو كومبيتونس بون بليس دي فالور بو امبلويور سي او تيليفيزيون كونتريبيون. إذا سنترجم اللغة العربية. ياخذ ملف تعريف المهارات الخاص بك قيمة أكبر لصاحب العمل إذا قمت بتحميل السيرة الذاتية. إذا سنقوم بالضغط على تنزيل نموذج سيرة ذاتية. إذا تابعوا فقط نفس الطريقة التي يقوم بها الآن إخوان أخوات الكرام. هنا يمكنكم رفع السيرة الذاتية على الهاتف، وأيضا سنقوم بإرفاق على سبيل المثال نموذج خطاب. سأقوم باختيار هذا الملف وأقوم بكتابة لتر دو موتيفاسيون، وأضغط على رفع الملف. إذن الآن يتم رفع الملف على المنصة. جيد، تم رفع الملف بنجاح.
إذا الآن كما ترون إخوان، بعد التسجيل سيتم أو سيعطونك تاريخ مضبوط لتاريخ بدء الحدث وأيضا تاريخ انتهاء الفعالية للحدث. إذا تاريخ الانتهاء هو أو تاريخ البدء هو 18/2/2023، فتاريخ مقلوب لأنه باللغة العربية. إذا سيقام بالمغرب في شهر 2/2023 حضوري، مع عفوا في يوم 11/1/2023 على الساعة 1. هذا تاريخ انتهاء تقديم لفرص العمل، تاريخ انتهاء لتقديم فرص العمل هو يوم 11 يناير 2023 على الساعة 1. سيغلق التسجيل أو إرسال الطلب للعروض العمل. إذا بالنسبة للحدث سيبدأ يوم 18/2/2023 وسينتهي يوم 19/2/2023، يعني لدينا يوم واحد، اليوم واحد الذي سيقام فيه هذا الحدث بمدينة مراكش. إذا إخوان قوموا الآن بالتسجيل وقدموا الطلبات، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذا أتمنى أن يكون الشرح واضح وليس هنالك أي مشكل، فقط قوموا بالتسجيل، املأوا الاستمارة كما وضحت لكم، قوموا بإرفاق السيرة الذاتية وإن شاء الله تتحصلون على أو ستتوصلون برمز أو عفوا برسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني. إذا الآن كما لاحظتم في الأول، يعني قمت بإرسال طلب كعامل في مجال السباكة، يعني بلومبي. إذا كما تلاحظون هنا، انقر هنا للتقديم بطلب الحصول على عرض عمل، أو يعني قمنا بإرسال طلب من قبل، يعني لا يمكنك أن ترسل طلب مرتان أو ثلاث مرات، من الأحسن مرة واحدة، وإن شاء الله سيتصلون بك للحضور إلى الملتقى، ستتوصل بدعوة كما يعني فعلت، فكان كما كان في الملتقى الدولي الكندي بمدينة الرباط وباريس. وهذا كل شيء إخوانا، أتمنى لكم التوفيق وحظ موفق للجميع. لا تنسوا إخوانا أخوات الضغط على زر الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الجميع لكي تعم الفائدة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.